بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحل أسئلة الدرس الثاني اللي هو عبارة عن الخلية، وحدة البناء والوظيفة. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات الآتية. لدينا غشاء يتحكم بالمبادلات بين النواة والسيتوبلازما، ما هو هذا الغشاء؟ نعم، مين بيشارك معنا بالحل؟ الشيء بتقول الغشاء غشاء نووي. ممتاز. طيب، مقر تركيب البروتين في الخلية هو؟ مقر تركيب البروتين في الخلية الجسيمات. جسيمات الريبي. نعم، جسيمات الريبي هي اللي عضية تقوم بهضم ما يتلف في الخلية، وهي الجسيمات الحالي. اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتي: خاصة تميز الخلايا بدائية النواة عن حقيقية النواة. أي من هذه الاختيارات؟ هل هي وجود الجدار الخلوي أم حجمها أكبر، لها سياط، لا تملك غلافا نوويا يحيط بالنواة؟ ما شو الإجابة؟ لا تملك غلافا نوويا يحيط بالنواة. توجد أنظمات التحلل في الخلية الحية داخل، إذا أنظمات التحلل وين بتكون موجودة؟ هل هي في الجسيمات الحالية أم الفجوات أم الجسيم المركزي أم جسيمات التاكسودية؟ الجسيم المركزي. أنظمات التحلل وين؟ الفجوات بالجسيمات الحالية. بالجسيمات الجسيمات الحالية. الحالية. نعم، بالجسيمات الحالية. أحسنت. تشترك الخليتان النباتية والحيوانية في احتوائها على، في عنا الخيار الأول صانعات خضراء وجسيمات حالي، جدار خلوي ونواة، غشاء سيتوبلازمي ونواة، صانعات وجسيمات كوندري. جدار خلوي ونواة. عم نقول تشترك غشاء الجدار سيتوبلازمي ونواة، صانعات وجسيمات كوندري. هل الخلية الحيوانية فيها صانعات؟ لا عفوا، غشاء سيتوبلازمي ونواة. غشاء سيتوبلازمي ونواة. نعم، ممتاز، أحسنت. تكثر في الغدة الدرقية عضيات هي، هل هي الجسيمات الكوندري أم جهاز جولجي أم الصانعات أم جسيم المركزي؟ أي من هذه العضيات تكثر في الغدة الدرقية اللي كانت مهمتها الإفراز؟ جهاز جولجي. ممتاز، أحسنت. إذن جهاز جولجي. لاحظ الشكل المرافق، حدد المسميات، يوضح الشكل الخلية، هل هي خلية حيوانية أم خلية نباتية؟ نباتية. نعم، إذن هي خلية نباتية. خلية نباتية. طيب، تسمى العضية التي تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية، أشو هي؟ العضية التي تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في الخلية، ما اسمها؟ الصانعات الخضراء. مضبوط، أحسنت. إذن الصانعات الخضراء. تعد فراغ أكياسا غشائية تختزن الماء والغذاء والفضلات داخل الخلية، أشو هي اللي تختزن الماء والغذاء والفضلات؟ شيء كان الليزوزومات اللي بيخزن، ما هو اللي بيحلل المواد. ليزوزومات جسيمات حالية. فجوات. نعم، إذن الفجوات. ممتاز، الفجوات. نعم، إذن الفجوات.